تعرفوا باللي القطاع هذا حساس كثير، وزيارتي اليوم هنا سي باش نبرهنوا المسؤولين تاع هذا المصنع بانهم في مرتبه في التقييم عندنا، في مرتبه يعني لا باس بها. شجعكم على ما تقوموا به، ومرة ثانية نأكد لكم باللي الأبواب تاع الوزارة مفتوحة، وكل المدراء اللي متخصصين في هذا القطاع تحت التصرف تاعكم، نطلب منكم ما تأخروش، إذا فيه مشكل اطرحوه في وقته. نطلب منكم كذلك توسعوا شوية في قائمة الإنتاج، لأن السوق راه يطلب كثير من هذه المواد، لأن حاليا فيه تذبذب في بعض المخابر، بالآخر في المخابر تاع المستشفيات العمومية. نطلب منكم تقربوا منهم وحاولوا كيفاش يعني تاخذوهم كزبناء عندكم، لأن حاليا راهم بالك المواد تاعكم يشريوهم من يد ثانية وثالثة ورابعة. لازم يكون عندكم قوة في الماركتينغ، لازم اليوم يكون عندكم ان تيسيو دو ماركتينغ امبورتون باش تعرفوا بالمواد تاعكم، تعرفوهم بالناس اللي يستعملوا هذه. يعني نطلب منكم كل ما هو تسهيل لكم رانا موجودين، وهذه يعني من توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وين طلب منا كل أعضاء الحكومة باش يرفعوا القيود على المستثمرين باش نسهل للمستثمرين الأعمال تاعهم. والحمد لله معاكم دياغنو فارم لحد الآن، من اللي جيتونا وشفتونا رفعنا لكم بعض القيود، فيه مازال فيه بعض قيود اخرى، احنا رانا موجودين باش نعاونوكم ونكونوا معاكم في المجال هذا، وبالاخص في مجال التنميه، البحث والتنميه والتسويق اللي عليه. لازم يكون عندكم قوه بيع وقوه